العلم وظهور الجهل. وقبض العلم يكون بقبض العلماء، وقد ودعت الأمة خلال السنوات العشر الماضية كوكبة من العلماء الربانيين أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين وشيخ الحديث ناصر الألباني والشيخ الشعراوي والشيخ ابن جبرين والشيخ أحمد ديدات والشيخ عبد الحميد كشك وغيرهم من علماء الأمة رحمهم الله جميعا. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صحيح البخاري. ظهور الشرك في هذه الأمة. هذا من العلامات التي ظهرت وهي في ازدياد، فقد وقع الشرك في هذه الأمة، ولحقت قبائل منها بالمشركين وعبدوا الأوثان وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم، وقدموا لها النذور وأقاموا لها الأعياد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناة أو أعظم شركا. روى أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ذلك قبر الولي يطوف به الناس ويتبركون به ويدعونه، فهو لا ينفعهم ولا يضرهم، لأنه مجرد قبر من تراب وأحجار. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. الولي بداخل ذلك القبر ميتا لا يحرك ساكنا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، ولا أنفسهم ينصرون. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وهذه العلامة ظهر الكثير منها. تقارب الزمان. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان،
أخرجه البخاري. لقد تمكن الإنسان في القرن الحالي من صناعة طائرات أسرع من الصوت، وتمكن بواسطة وسائل النقل السريعة مثل القطارات السريعة ووسائل النقل المتطورة الأخرى من قطع مسافات طويلة في ظرف ساعات قليلة كان في الماضي يقطعها في رحلات تدوم شهورا. وعلى هذا النحو يكون ما ورد في الحديث قد تحقق بالفعل. ويمكن فهم عبارة يتقارب الزمان من الحديث الشريف بهذا المعنى. والعبارة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام تفيد بأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في آخر الزمان تكون في مدة أقصر مما كان عليه الأمر في السابق. وفي الحقيقة فإن التطور العلمي الحالي مكن الإنسان من القيام بأعمال كثيرة وبشكل أحسن. وهناك حديث آخر بمعنى هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. رواه الترمذي. نعم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتقارب الزمان، تقارب الزمان يعني تقارب المسافات بين الناس، وقيل تقارب انتقال الأخبار ما بين بلد إلى بلد. تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. رواه أحمد. وأما تقارب الأسواق فذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب القنوات الفضائية التي تعرض أسعار البورصات العالمية في قطر من الأقطار، فيعلم به التجار في جميع أرجاء الأرض فيزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن نقص، ويبيعون ويشترون من خلال الشبكة العنكبوتية في أقل من ساعة. التطاول في البنيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأل عن وقت قيام الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. صحيح مسلم. وقد ظهر هذا جليا في هذا العصر، فتطاول الناس في البنيان، لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. رواه البخاري. وهذا فعلا ما تحقق اليوم، فالدول دخلت في سباق في هذا المجال، وكل دولة تسعى إلى إنشاء ناطحات سحاب أكثر ارتفاعا من غيرها، وهذه العلامة يوجد الكثير منها.